ناس تتعلق بالله، ما ممكن الغيب فلان يعلم، دي صفة من صفات الله، فلان يدي الجنة، ده الله اللي بيدي الجنة، قولوا فلان بيدي الجنة، فلان ينادوا في الشدائد، الله اللي بيستجيب الدعاء وبيكشف الكرب في الشدائد، فلان اكتب حجاب من السكين، فلان اكتب حجاب من الطلق، فلان حجاب من العقرب، فلان حلف به، فلان يدي كمون يعلقوه في الرقبة للطفل، الناس العقيدة وين؟ معقول عقيدة المسلم تشتت كذا يا جماعة في البشر؟ والناس دي الليلة ما عارف البدي منه والبيمنع منه، بلسانهم بيقولوا لك، لكن كيقين ما في، قليل قليل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كل صلاة من أذكار الصلاة في البخاري ومسلم، اللهم لا مانع لما أعطيت، ويمشوا لفلان يحوط لهم الحواطة دي، شنو انت بتقول؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد. قال الحسن البصري: الجد الغنى والمكانة، ولا ينفع ذا الجد. الحسن البصري قال: الجد الغنى والمكانة، وأنه تعالى جد ربنا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد صاحب الغنى، كان الله غضب عليه غناه ما بينفعه، كيف ينفع غيره؟ وصاحب المكانة كان الله داير ينزله مكانته ما بتنفعه، كيف تنفع غيره؟ لذلك الناس تتعلق بالله سبحانه وتعالى. شكي بن القيم قال: وأصول المعاصي كبيرها وصغيرها ثلاثة أصول: التعلق بغير الله، ومنتهاه الشرك. أكبر تعلق أكبر شر يوديك للشرك. قال: وكمال القوة الغضبية، ومنتهاها البغي والظلم على رأسه القتل. وكمال القوة الشهوانية، ومنتهاها الفواحش على رأسها الزنا. قال: ولذلك جمع الله هذه الأصول الثلاثة في آية واحدة، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ذا التعلق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ده من الظلم، وقبليه كمال القوة الغضبية، ولا يزنون، ده كمال القوة الشهوانية، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلى آخر الآية.